اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير. نرحب بكم في حلقتنا التاسعه من حلقات برنامج المسابقات الرمضاني حيث الانسان. ثلاث جوائز بانتظاركم هذا المساء، مقدار كل جائزه 100,000 ريال. سعداء بلقائكم في حلقتنا هذه. في الحلقة السابعة فاز معنا كل من ناهد محمد ناجي قاسم من تعز، وهيفاء نبيل محمد القباطي من تعز، ومنتصر ناصر حزام الطميرة من محافظة حجة. ألف مبروك للفائزين وكل الفائزين بمسابقات حيث الإنسان في الأيام القادمة. وكما عودناكم من بداية هذا الشهر الكريم، سنكون اليوم مع قصة جديدة وجوائز جديدة. نود التذكير فقط أن الرسالة عبر الواتساب لمرة واحدة برقم الإجابة الصحيحة، كما أن وقت استقبال مشاركاتكم يستمر حتى الساعة الخامسة من عصر اليوم الثاني. نتمنى لكم الفوز بإحدى جوائز المسابقة، ومجددا أهلا بكم. مشاهدين، في هذه الفقرة يذهب حيث الإنسان إلى الحزم، عاصمة محافظة الجوف. قصة الليلة، المساهمة في تأسيس مركز للعلاج الفيزيائي. بنتي اللي هي اسمها روان، من الولادة حقها هو استنشقت مويه عند الولاده، سبب لها إلاض مور في الدماغ. اول ابتدينا في علاجها من الولاده الى 8 شهور، هذا من بعد 8 شهور بدأنا في التدريب. لا يعرفون ماذا بهم او ماذا اصابهم، لكنهم يريدون ان يكونوا كاقرانهم، ان يركضوا على هذه الارض المنسيه. من بلد لا حقوق فيه ولا رعاية، يعيش الناس حالة متدنية من الخدمات الصحية، تصبح الإعاقة قدراً لا دافع له. لهم أحلامهم الجميلة أيضاً، لطالما أرادوا ذلك. ذوو الاحتياجات الخاصة. نسبة الإعاقة مرتفعة في الجوف بسبب الرعاية الصحية وسبب زواج الأقارب ومن هذه الأشياء. من هنا جاءت فكرة التدخل. كانت الفكرة إنشاء مركز للعلاج الفيزيائي في منطقة الجوف وتوفير الدعم الممكن له من المستلزمات. غير أن الأمر لم يكن بهذه السهولة، كان علينا شراء المستلزمات من صنعاء، ولصنعاء قصة أخرى. كانت الصعوبات كثيرة، بدءا من شراء الأدوات وتخزينها، وصولا إلى البحث عن وسيلة آمنة لنقلها. لم نتمكن من تصوير هذه التفاصيل، فحمل الكاميرا بصنعاء مغامرة محفوفة بالمخاطر. نقلها من صنعاء لمأرب مرحلة أخرى جديدة من المعاناة، مخافة تلفها أو هدرها في الطرقات الصعبة، ناهيك عن احتمالات مصادرتها في نقاط وحواجز ميليشيا الحوثي. وصلت المستلزمات الطبية إلى مدينة مأرب، تنفس فريق العمل السعداء. من مأرب إلى الجوف حملنا المواد، ومعها أملاً بأن تساهم هذه الأدوات في عافية الأطفال. اكتملت الملامح الأولى وبدأت الصورة تتضح.
حصلت مستلزمات العلاج الطبيعي. ينتظر الأطفال وذووهم بفارغ الصبر تلك اللحظة التي قد تكون فارقة في حياتهم، وهو ما كان. أصبح المركز فرصة حقيقية للأطفال المعاقين من أجل التدخل المبكر في تأهيلهم حركياً. وصلتنا أدواته لله الحمد، كنا بحاجة ماسة لمثل هذه الأدوات، كون محافظة نائية جداً ونسبة الإعاقة مرتفعة فيها بشكل كبير، ومحتاجين لتقديم مثل هذه الخدمة لهم. قطرة خير قد تحدث في العتمة قد تجعل لله. الطبيب الفيزيائي المعالج عبد العزيز الصايدي قرر أن يمضي في الطريق برفقة هؤلاء الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء ممن كانوا من ذوي الإعاقة الحركية أو مصابي الحرب. احنا سائرين في هذا الدرب وحاملين هذه الرسالة، ولازم ما نوصلها انه لازم ان احنا نخدم شريحة المعاقين بأي شكل من الأشكال. هذه الشريحة لازم خدمتها ودمجها في المجتمع. يحتاج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عناية خاصة وأنشطة مخصصة تختلف باختلاف أنواع الإعاقات. قيل دائما لا يوجد معاق، إنما هناك مجتمع معيق. قدمنا هذه الخدمة وبأسعار رمزية، بأسعار رمزية كدعماً يعني الحالة المالية، الحالة المادية للأهالي صعبة جداً. لكن التحديات التي يواجهها المعاقون وأسرهم في مدينة كالجوف ليست قليلة. عدم قدرة الحالات الحضور المركز، تمام؟ محتاجين لوسيلة مواصلات، محتاجين كباص يعني ينقل الأطفال ويرجعهم إلى بيوتهم. أشكر الشخص الذي قدم هذه الأدوات كلها للأطفال، والحمد لله عندنا أطفال وفي تحسن، خاصة الولد اللي اسمه علي. أول ما جاء كان تعبان زيادة، والآن يتكلم والآن يتحرك والآن يقدر حتى أنه يعني يمشي على الحاجات، كانت مبالة أعصاب. أنا أم علي، شكرا من ساهم عليك، لأنه بداية تحسن باستمرار إن شاء الله، لأنه كان يعني من أول ما يحترف ولا يجلس ولا، وذا الحين الحمد لله بداية يجلس، بداية حبيب، بداية كنا بدون أدوات، كنا يعني حاجة بسيطة، وذا الحين الحمد لله متكاملة الحاجات، إن شاء الله فيه تحسن. حاولنا إلقاء حجرة في بركة المعاناة لهذه الشريحة المغيبة. لا يزال زواج الأقارب أحد أبرز أسباب ارتفاع معدلات التشوهات الخلقية في اليمن عموماً.
هي شفاء تتهجى الدرب، تتلمسه خطوة خطوة، لم تكن لتفعلها لو ظلت منكبئة على إعاقتها. تحاول المضي نحو الحياة بخطى واهنة محمولة على أكف الصبر والعناية، تفعل ذلك لتحقق انتصارها الأول. هذه الخطوات الأكثر أهمية في حياتها كلها. إنه العبور وبوابة الانتصار، تاركة هذه الفرحة على ملامحها لتضيء المكان ومن حولها، لأم تبيع عمرها وتشتري ابتسامة كهذه. مشاهدين، إذا تابعنا جميعا قصة عن دعم مركز العلاج الطبيعي في الجوف. في إحصائية مدير المركز يقول أن عدد المعاقين في الحزم عاصمة الجوف وصل لـ70 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأكثر من 400 معاق بسبب الحرب، هذا فقط في مدينة لا يتجاوز عدد سكانها 100,000 نسمة. لكن ماذا نعرف عن المعاقين حركيا وما خلفته الحرب في هذه الشريحة المنسية؟ لو تحدثنا قليلا بلغة الأرقام، يقول تقرير يمكن وصفه بالصادم لموقع دوتشي فيلا الألماني عن حرب اليمن ومعاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قال فيه أن عددهم يضاهي عدد سكان دولة خليجية. حسنا، صار لدينا إذن شعب كامل من ذوي الإعاقة، لكنه شعب لا نراه ولا نشعر به، وإن رأيناه أشحنا بوجوهنا عنه، واستنادا إلى ما وصفها التقرير بتقديرات متواضعة يقول أن الحرب رفعت أعداد الجرحى إلى ما يزيد عن 3,700,000 معاق عن الحركة. وإذا تمكنا من المساعدة في فتح مركز علاج طبيعي واحد، والذي يكاد يكون الوحيد في محافظة الجوف، وهذا شيء جميل، فتعالوا لنرى حياة هؤلاء بصورة أوسع. أكثر من 350 مركز ومنظمة ومعهد خاص تعنى بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمعاقين توقفت في اليمن بعد نشوب الحرب وانقطاع الموارد. في بلد لا مؤسسات فيه ولا دولة، لم تتوقف مراكز الرعاية الفيزيائية عن تقديم خدماتها، بل أن الحرب تزيد كل يوم من أعداد الضحايا. كلام قاس وفي رمضان. صحيح الناس تعبت من الحديث عن بلاد لا تنتهي مواجعها، كلنا تعبنا، لكننا نذكر فقط ونفتح بابا ربما قد يغير من واقع هذه الشريحة. مشاهدين، السؤال الحلقة 9 يقول: أين يقع مركز العلاج الفيزيائي الذي ذكر في الحلقة؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول مدينة الحزم، الاختيار الثاني مدينة زبيد، الاختيار الثالث مدينة تريم. أعود وأذكر مرة أخرى بالسؤال، والسؤال يقول: أين يقع مركز العلاج الفيزيائي الذي ذكر في الحلقة؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول مدينة الحزم، الاختيار الثاني مدينة زبيد، الاختيار الثالث مدينة تريم. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرتنا الأخيرة، وهي فقرة إعلان الفائزين بجائزة الحلقة السابقة، والتي كانت بعنوان كريتر أحلام صغيرة، والتي استعرضت حال 3 من النساء المكافحات وفكرة تقديم مشغل خياطة مشترك لهن. كان سؤال الحلقة يقول: ما اسم صاحب الأبيات التي وردت في القصة؟ وكانت الاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول مبارك حسن الخليفة، والاختيار الثاني عبد الله هادي سبيت، والاختيار الثالث لطفي جعفر أمان. بالتأكيد كانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثالث، الشاعر لطفي جعفر أمان. الآن مشاهدينا الكرام،
سنقوم باختيار الفائزين الثلاثة معكم بشكل عشوائي، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني كما هو معلوم ومعروف لديكم متابعي برنامج حيث الإنسان. سنختار الفائز الأول الآن، وقيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 00967772912626. إذن مبروك لصاحب الرقم 100,000 ريال يمني. الآن نختار الفائز الثاني، وأيضا قيمة الجائزة 100,000 ريال. مبروك أيضا 100,000 ريال للفائز صاحب الرقم 00967735877979. إذن مبروك 100,000 ريال يمني أيضا لصاحب الرقم. والآن نختار الفائز الثالث، وأيضا قيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. مبروك للرقم 00967735839934. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه الأرقام الثلاثة التي اخترناها معكم بشكل عشوائي للفائزين معنا عن سؤال حلقة الأمس، وكل جائزة 100,000 ريال يمني، وفريق البرنامج سيقوم بالتواصل معهم بعد انتهاء هذه الحلقة للتعرف على تفاصيلهم، أسمائهم ومن أي محافظة، حتى نتمكن من إرسال الجوائز المالية إليهم، ونحن نقوم بذلك بشكل يومي أيضا وبإرسال الجوائز المالية. وأذكر مشاهدينا الكرام بأن أي حرف أو كلمة مضافة إلى رقم الإجابة لن يتم اعتمادها من قبل نظام الاستقبال الإجابات بشكل آلي، وسيتم احتسابها كإجابة خاطئة. الإجابة فقط تتم بالرقم فقط، ويتم الاختيار بشكل آلي كما ذكرنا. وأيضا أود التنبيه لنقطة معينة، البعض يشكو من حظر أرقام هواتفهم في المسابقة. النظام المسابقة أيضا بشكل آلي يستقبل إجابات، لكن البعض لا يتيح فرصة للآخرين للمشاركة، يقوم بإرسال مئات من الرسائل على نفس رقم الإجابة، وبالتالي هو يعرض نفسه الآن لأن يكون خارج المسابقة. الاكتفاء برسالة واحدة تتيح لك الفرصة للفوز معنا بجوائز البرنامج، وأيضا تتيح الفرصة للآخرين ليكون لديهم فرصة للفوز معنا بجوائز برنامج حيث الإنسان. الآن نذكر بالثلاث الأرقام الفائزة معنا في حلقة هذا المساء. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الفقرة الأخيرة الآن أذكركم فقط بسؤال الحلقة حتى تكون لديكم فرصة للفوز معنا بالثلاث الجوائز المالية المرصودة لحلقة الليلة. وسؤال الحلقة كان يقول: أين يقع المركز العلاج الفيزيائي الذي ذكر في الحلقة؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول مدينة الحزم، والاختيار الثاني مدينة زبيد، والاختيار الثالث مدينة تريم. إذن مشاهدينا الكرام، أتمنى لكم حظ سعيد للفوز معنا بجوائزنا المالية لهذه الليلة. نلقاكم غدا وحلقة جديدة من حيث الإنسان، في أمان الله. قطرة خير.
تحدث في العتمة نور، قد تجعل لليل ضمير، قد تبقي فينا هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.